اللي عنده بنت، اللي عندك بنت لا تزوجها بخيلا ولو كان يقوم الليل كله، ولو كان يصوم النهار كله، ولو كان سجدته طويلة، ولو كان بكاؤه أطول. البخيل يعاديه حتى بهائم الأرض، ولا يوجد للبخيل صاحب إلا نفسه. ترى البخيل ما يحب إلا نفسه في الحياة كلها. ولذلك إياك أن يكون زوجا لابنتك، فإنك تدخلها في النار قبل النار، ولا يزعل علي أحد. فهذا حق، هذا من النصح، من النصح للمسلمين. لأن بعض الناس سأل عندما أراد أن يزوج عن دين الزوج وما سأل عن خلقه، والحبيب يقول: من أتاكم ترضون دينه وخلقه. الدين ترى يمكن مطوع 180 درجة، جميل، لكن خلقه لئيم.